تبع لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله، ومن بعد ما علنات لجنة القادة اللي كترأسها وزارة المالية لدعم الشركات والأجراء والأسر اللي خدامين في القطاع غير المهيكل وعندهم بطاقة رميد، اليوم جا الدور على الأسر اللي تضروا حتى هما بسبب الجائحة وما بقاش عندهم مدخول مادي. اليوم قايدين في سناساس أو ما عندهمش رميد أو البطاقة رميد اللي كانت عندهم ما كانتش صالحة في 31 دجنبر 2019. جا الدور ديالهم باش يستافدوا حتى هما من نفس الدعم اللي استافدوا منه الأسر الأخرى من الصندوق المخصص للجائحة، يعني 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل، 1000 درهم للأسر المكونة من 3 إلى 4 أفراد، 1200 درهم للأسر اللي كيتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. خاصك فقط تدخل للموقع www.tadamoncovid.ma اللي واخا ما عندكش روشارج انترنت راه فابور، وتعمر المعلومات اللي كيطلبها لك. اللي تيعمر هالطلب هو رب الأسرة والمعيل ديالها، وتابعني مزيان باش الأمور دوز عندك مقادة وما تدوخش ملي تكون كتعمر. كدير رقم البطاقة الوطنية ديالك كيف ما مكتوبة عندك في البطاقة، الاسم العائلي يعني الكنية، وكتحدد الجنس واش ذكر أو لا أنثى، حدد تاريخ الميلاد اللي في لاكارت ناسيونال الشهر واليوم أو غير سند الازدياد إلى ما عندك الشهر واليوم، ومن بعد حدد عدد الأفراد اللي أنت مسؤول عليها، وما تنساش حسب راسك حتى هو. ولا عندك رقم الحساب البنكي من الاحسن كتبو باش توصل بالمنحه ديالك تماك، راه رقم الحساب البنكي تيكون متكون من 24 رقم هو اللي كيتسمى الريب. ومن بعد كتحدد السكن ديالك، اختار العماله او الاقليم اللي انت تابع ليه، ونفس الشيء المدينه او الجماعه ديالك. ومن بعد كتحدد الملحقه الاداريه ديالك اللي فيها المقدم ديال الحي اللي ساكن فيه، ومن بعد كتكتب العنوان اللي ساكن فيه حاليا واخا يكون مختلف على العنوان اللي عندك في البطاقه الوطنيه. ندوزو دابا للبيانات ديال المهنه ديالك اللي توقفتي عليها بسبب هاد الجائحه وما بقاش عندك مدخول. حدد واش انت مياوم يعني كتخدم كل نهار بنهارو، او لاجر غير مصرح به في سناساس، او خدام في مهنه مستقله. حدد القطاع اللي انت كتخدم فيه، الا ما كانش في هاد الليسته اختار اخر. كتب المهنه ديالك والنهار اللي وقفات فيه عندك الخدمه، الا كانت خدمتك ما واضحاش مزيان زيد شرحها لنا لتحت في الجمل قلال. دابا غادي ندوزو للمعلومات الخاصه بالهاتف ديالك اللي فيه غادي تبقى توصل بالمعلومات اللي كتخص الدوسي ديالك واش تقبل او لا، امتى غادي يوصلك الفلوس وفين، وغيره من المعلومات. يعني رقم الهاتف اللي غادي تكتب خاص يكون ديالك، من بعد ضغط على التحقق من رقم الهاتف تيوصلك في ميساج واحد الرمز متكون من 4 ديال الارقام كتدخلو هنا، كتضغط على انك كتشهد بصحه المعلومات المدلى بها في الطلب، ومن بعد كتدخل هاد الارقام اللي عندك في الصوره الفوق وكدير تسجيل الطلب. الا ما نسيتي حتى حاجه غادي تخرج لك واحد الصفحه كتقول لك تم تسجيل طلبكم. ومن بعد ما الاداره كتحقق من المعلومات اللي صرحتي، الا كان عندك شي غلط في الكنيه او النمره ديال لاكارت او تاريخ الازدياد، راه كيوصلك ميساج كيقول لك راك غلطتي، هنا سيرجع للسيت عاود تقيد كيف ما شرحنا قبيله. وإذا كان كل شيء هو هذاك، راه كتوصل برسالة كتخبرك أن الطلب ديالك كيتدرس. وبنفس الطريقة اللي دارت الأسر اللي عندها بطاقة رميد واستفدت من الدعم، ملي تيتقبل الدوسي كتوصلك رسالة اللي كتحدد لك كيفاش تاخذ فلوسك، سواء عن طريق الشباك البنكي أو وكالة الأداء. وباش تعرف كيفاش، ما عليك غير تزور موقعنا www.finance.gov.ma/covid-19، راه فيه كلشي الشروحات اللي درنا قبيله. وبغيت نفكرك انه هاد العمليه كدار كلها عن طريق الموقع الالكتروني، سواء في الحاسوب او التليفون الذكي، يعني ما كاين لاش تخرج، كلشي من الدار. واذا ما فهمتيش شي حاجه من هادشي اللي شرحنا، عيط للرقم 1212 ورد بالك، راه هادشي خاصك تعمرو قبل 16 افريل 2020 مع 12 د الليل، وما تنساش تتبع اجراءات السلامه اللي كتصدر من الجهات الرسميه.